دكتورة نادية زخيري، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك. أهلا بحضرتك. يعني أنا عايزة أبتدي الأول حقيقة من بداية يعني بعيدة شوية. حضرتك خريجة كلية العلوم، بالظبط، لكن الماجستير والدكتوراه كانوا من كلية الطب. تمام. يعني ما هذا التحول؟ هي أنا كنت في كلية علوم قسم البايو كيمستري أو الكيمياء الحيوية. وفي الوقت ده كان مسموح لنا أن احنا نعمل الماستر والماجستير والدكتوراه في كلية الطب، وكان حتى الأساتذة بتوع البايو كيمستري في كلية الطب تقريبا 90% منهم كانوا علوم. الوضع حاليا مش كده. أنا الحقيقة ده كان سؤالي فعلا، يعني هل تغير الوضع وليه؟ تغير الوضع لأن دلوقتي بقى في ناس من كلية الطب اتخرجوا يحبوا انهم يشتغلوا في البايو كيمستري، فبقى في الستاف بتاع كلية الطب الـ يعني المتكامل اللي يملأ القسم. فده سبب ان زمان كان ما فيش حد بايو كيمستري متخرج من كلية الطب يحب انه يخش قسم الكيمياء الحيوية، الى حد ما من الاقسام اللي الاطباء بيستصعبوها شوية. يمكن هي سهلة اللي بتاع علوم لكن صعبة اللي بتاع طب. الطبيب دايما يحب جراحة، بطنة، الحاجات اللي هي ميديكال اكتر يعني من الكيمياء الحيوية. بس في الحقيقة الكيمياء الحيوية بتفسر كل حاجة في الانسان. يعني جميل. انا عندي الحقيقة برضو سؤال، يعني هل الاقبال حاليا من طلبة ثانوية عامة على كلية العلوم مرتفع ولا متوسط ولا منخفض؟ نقدر نقول مش مرتفع، انما الناس اللي املها في طب وهندسه وصيدله وما جات لهمش يليها على طول كليه علوم. لكن هي مش مرتفع لسبب ان خريج علوم مستقبله مش واضح، هو هيشتغل فين؟ يعني الطبيب معروف انه طبيب، المهندس معروف انه مهندس بالتخصصات المختلفه بتاعته وهكذا، لكن خريج علوم يعني قليل منهم اللي بيشتغل في حاجه ترضي طموحه. طبعا اكبر. طب ليه ما عندناش مجالات كثيره لخريجي كليه العلوم؟ لان التخصصات كتير جدا. بعض التخصصات فعلا بتلاقي مجال كويس زي الكيمياء الحيوي. بعض التخصصات الاخرى زي الجيولوجيا ممكن جزء منهم بيشتغل في التعدين وفي البترول، وجزء تاني ما بيلاقيش الوظيفه اللي بترضي طموحه. قسم الفيزيكس برضو او الطبيعه ممكن ناس بتشتغل نسبه قليله، الباقي مش بيلاقي طموحه لان مش مطلوب، ما فيش وظايف على حسب الدراسات بتاعتهم. فالحقيقه المفروض انه يكون في اعاده تشكيل لكل الكليات، مش بس لكليه علوم، الاقسام اللي هي حسب وقتنا الحالي السوق محتاجها، العلم محتاجها وهكذا. في اقسام خلاص مش مطلوبه. مش مطلوبه بالظبط. يعني هل يعني لا تحدث مراجعه للمناهج من حين الى اخر؟ بتحدث من حين لاخر مراجعه للمناهج طبعا، بس صعب انك تلغي قسم نهائي. دي صعبه لان في ستاف. فمع الوقت في قسم بتلاقيه خلاص ما حدش بيحب يخشه، فده لوحده كده بيتلاشى. في اقسام جديده بقى بتفتح، في حاجات بينيه دلوقتي، بقى في تخصصات بينيه كتير جدا. يعني على سبيل المثال اكتر مثال الناس عارفاه الهندسه الطبيه، هي ما بين الاجهزه الطبيه وما بين الهندسه، فده قسم بيني. هتلاقي اقسام كده كتير قوي بينيه ابتدت موجودة تظهر في الوقت ده، موجوده في كليات العلوم، مش بس في كليات العلوم، في هندسه، في كليه علوم مثلا في البايو تكنولوجي اللي هو بيجمع بين كذا حاجه، التكنولوجيات اللي بنستخدمها دلوقتي، الكمبيوتر كمان والتكنولوجيا المعلومات موجوده. يعني في تخصصات اصبحت متشابكه، متشابهه ومتشابكه ومكمله بعضها، ما بقاش هو تخصص واحد زي زمان كده بمشي فيه وخلاص. تمام.